مشاهدينا، أصدر الملك المغربي محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى شمل مئات الموقوفين بينهم 188 من نشطاء حراك الريف. الناشطون كانوا يقضون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 2 و3 سنوات في مدينة الدار البيضاء لمشاركتهم في احتجاجات الحراك في منطقة الريف شمالي البلاد بين أواخر عام 2016 ومنتصف 2017. ولم يرد في قائمة العفو اسم ناصر الزفزافي زعيم حركة الاحتجاج الذي كان قد حكم عليه مع 3 من رفاقه بالسجن 20 عاما لتهديدهم أمن الدولة. مشاهدينا، للمزيد ارحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد محمد فنيش الكاتب والباحث المغربي. ارحب بك سيد فنيش. بداية، ما هي الرسالة التي حملها هذا العفو؟ أولا، هي بادرة جيدة من العاهل المغربي، تحسب له أنه أوقف هذا العبث السياسي القضائي أو السوسيو قضائي إن صح التعبير. لماذا؟ لأنه اجتمعت السياسة والقضاء لتصفية حسابات على أبناء الشمال المغربي أو الريف المغربي. صحيح هناك أخطاء للبعض، أخطاء محدودة جدا، لكن العقوبات كانت قاسية جدا، كانت انتقامية. تدخل الملك إشارة واضحة، احترام للدستور. نتمنى أن يتجه المغرب في هذا التوجه. جهات عدة يجب على الملك أن يضع فيها الأصبع على جرح الظلم وجرح الفساد، ليس فقط في الشمال المغربي، في الجنوب المغربي كذلك، في الشرق المغربي، في الوسط المغربي. القضاء اجتمع مع السياسة في المغرب وأثر على حقوق المواطنين. نعم. ولكن إذا كان الأمر كذلك، لماذا لم يشمل هذا العفو زعيم الحراك وهو الناصر الزفزافي، إضافة إلى بعض الأشخاص الذين أحكامهم عالية جدا؟ هو الأحكام كانت قاسية، 20 سنة، هذا حكم يعني قاسي جدا جدا. بمطالب حراك الريف كانت مطالب اجتماعية، لكن بالمقابل هناك أحداث عنف، أحداث شغب وقعت. يحاول البعض أن يربط جميع الجهات التي كانت على صلة بحراك الريف بهذه الأمر. نحن نعلم أن حراك الريف كان من أجل مطالب اجتماعية محضة غير سياسية، وبالتالي أظن أنه مرحليا قد يكون العاهل المغربي تفطن إلى صلب المشكل وخرج من هذا المستنقع التي تحاول بعض الجهات السياسية وبعض الجهات القضائية وضعه فيه، وضع النظام فيه، وبالتالي يحاول أن يحافظ على مفهوم الدولة، وكذلك يحاول أن يحافظ على ثقة الشعب بدولته. وبالتالي ننتظر، نحن نعلم أن الأحكام لا زالت في مراحلها القضائية، ليست أحكام نهائية. ننتظر مرحلة الاستئناف، نتمنى التخفيف عن باقي المعتقلين على حراك الريف، باقي المظلومين كذلك في جهات أخرى من المغرب، وكذلك نتمنى أن يكون عفو آخر أو ينصفهم القضاء في المرحلة الاستئنافية. طيب، ما هو أو ما مدى تأثير أو انعكاس هذا العفو على المصالحة المجتمعية في المغرب؟ هذه فقط ملاحظة، فضلت لو كان العالم المغربي أمام صورة الملك محمد السادس بدل العالم السعودي، لكن ما يتجه على كل حال، هي صورة ربما من إحدى القمم العربية، لكن العالم المغربي يبقى رمز لنا. التوجه الذي يتجه فيه المغرب مرحليا هو لو بفساد، يريد أن يعيد المغرب إلى مرحلة الظلم الجبروت، وطيار آخر يحاول أن يحافظ على مفهوم الدولة بمفهوم صحيح وحقيقي. أمام هذه التجاذبات يقع ما يقع. نتمنى أن يقود العاهل المغربي سفينة الإصلاح بجد. لماذا؟ لأن الحسن الثاني كان يقظا للفساد، كان الفساد وراء الحسن الثاني ولم يكن أمامه. كذلك على العاهل المغربي أن يتقدم خطوات وأن يراقب الفساد، لأن الفساد يوجد في جميع دول العالم، لكن يجب أن يراقب. وأظن أن الفساد في المغرب وصل إلى مرحلة الخط الأحمر، إلى خطوط خطيرة جدا. أظن أنه على العاهل المغربي أن يكون يقظا حتى يحافظ على مفهوم الدولة ويحافظ على الشعب كذلك، ويحافظ على ثقة الشعب بنظامه.
والحال أنه العفو لم يكن شاملا، وبالتالي هناك من بقي في السجون خاصة من ذوي الأحكام القاسية كما وصفتهم، وبالتالي هل سيساهم هذا العفو في تهدئة الأمور في الريف أم سيشعل الاحتجاجات ربما من جديد؟ لا، هناك ارتياح في الشارع المغربي لقرار العفو الملكي، وهناك مطالب للعفو عن باقي المعتقلين السياسيين ومعتقلين رأي. نحن لدينا معتقلين سياسيين ولدينا معتقلين رأي، ليسوا فقط من الريف، من الريف ومن كذلك مناطق أخرى مثل الصحفي حميد المهداوي، توفيق بوعشرين، مجموعة من 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 مجموعة من كذلك من المدونين. وهناك أيضا معتقلو جرادة، أحداث الجرادة. بالضبط. نعم. فبالتالي هناك معتقلي رأي، هناك بعض الجهات السياسية تريد أن تحكم قبضتها على الحكم في المغرب وعلى الشعب المغربي وعلى المؤسسة الملكية كذلك. أظن أن الملك محمد السادس تفطن لهذه اللعبة ويحاول أن يحافظ على ثقة الشعب بالنظام، وكذلك الشعب المغربي يلتقط الرسائل كذلك ويحافظ على ثقة الملكية وثقة مؤسساته وثقة نظامه كذلك. أشكرك جزيلا سيد محمد فنيش الكاتب والباحث المغربي على حضورك. شكرا لك أستاذ كريم.